أول سؤال بيقول which one of the following feature is least associated مع ال primary hyperparathyroidism. ال primary hyperthyroidism هيبقى مع هايبركالسيميا طبعا أكيد صح، هتعمل بوليديبسيا، هتعمل بيبتيك ألسريشن، هتعمل ديبريشن، هايبركالسيميا أو كونفيوجن كمان، سنسوري لوس ولا هايبرتنشن. انا هروح معاها، انا شايف هايبرتنشن بيعمل ايوه الهايبوكالسيميا هي اللي بتعمل سنسوري لوس. بالظبط، لان هي الفكره انه القنوات بتاعت الصوديوم دي بتبقى محروسه بالكالسيوم، فكل ما الكالسيوم يزيد ده هيقلل الواحده تلاقيه كونفيوجن كده، يعني السنسيشن هيقل يعني عموما. طيب الهايبر تنشن شوف كده، سنسور لوس ليه بقى؟ ما هي مع الهايبو، مع الهايبو، ما احنا بقى انا بقول لك انه مع الهايبو، الهايبو اللي هي الفيتشر بتاعت هايبو ثايرويدين، يعني هايبو كالسيميا، السنسوري ليس مع الهايبو كالسيميا مش مع الهايبر. ما هي البرايمري بتيجي بتيجي برضو، في بس هي الهايبر. الليست، هو قصده الليست هي بتيجي، بس يعني هو قصده ليست، حاجة ليست اسوسييتد. يعني الهايبر تنشن هو عامل اساسي في الهايبر باراثيروزيزم برايمري. تمام، طب نقراه مع بعض. الاكزام برايمري هايبر باراثيروزيزم ستيريوتيبيكلي سين ان ايلدرلي فيميل وذ ان ثيرست اند ان ابروبريت نورمال اور ريزد باراثيرويد هرمون. ساعات بيبقى نورمال وساعات والاغلب بيبقى ريزد ليفل. موست كومنلي ديو تو سوليتري ادينوما، هي الادينوما هي الاشهر وبتبقى 80% من الحالات. ممكن هايبر بليزيا 15%، مالتيبل ادينوما يبقى 4%، والكارسينوما 1%. ايه الفيتشرز اللي بيجمعوها في كلمه بونز ستونز ابدومينال جرونز وسايكيك مونز؟ يعني هيبقى معاه بوليوريا وبوليديبسيا، يبقى معاه بيبتيك السريشن وكونستيبيشن بانكرياتيتس، هيبقى معاه بون بين وفراكشر، هيبقى معاه رينال ستونز، هيبقى معاه ديبريشن وكونفيوجن، وهيبقى معاه هايبر تنشن. دي اللي كانت واقعه مني، اسوشيتد مع الهايبر تنشن والمن 1 والمن 2 اللي هو ايه؟ المن 2 ايه؟ طيب الانفستيجيشن هنلاقي ريز دي كالسيوم ولو فوسفيت، الاكشن بتاع الباراثيرويد هرمون، بس الباراثيرويد هرمون ممكن نلاقيه ريز ممكن نلاقيه نورمال. تمام، هنعمل تكنيشيوم سكان، هنعمل بنشوف بالاكس راي برضو البيبر سبوت سكال، دي شكلها زي الملاحة بتاعت الطعام، تبقى عبارة عن نقط سودة كده في سطح أبيض. وبرضو إيه تاني التريتمنت هنعمل إيه؟ هنعمل توتال باراثايرويدكتومي، كونزرفتيف مانجمنت، بنقفل الكالسيوم ليفل ليس ذان 25% ملي مول أباف الأبر ليميت أوف ذا نورمال. يعني شو إحنا بنشوف الأبر ليميت أوف نورمال اللي هو 2.6 أو 65، لو كان وصل ل 70 80 90، لو معدل 2 و9 كده احنا لازم نستخدم الايه توتال باراثيرويدكتومي، بس اقل من كده لو ما عداش ده وفي بيشنت اكتر من 50 سنه و there is no evidence of organ damage ممكن نستخدم معاه conservative management. نديله في الهايبر كالسيميا اهم حاجه بنديله ايه؟ الفلويد، اي في فلويد صح؟ كالسي كالسيميت وكالسي سينا كالسيت، ده بيستخدمه في الناس اللي هم مش هيدخلوا سيرجري، ده بيقفل الاكشن بتاع الباراثيرويد هرمون على الاوستيوكلاست، بيقفله. تمام، طيب ماشي، ناخد سؤال تاني من أولها، أسئلة صعبة كده. Which of the following the most likely cause this patient skin rash? A 32-year-old man present with 10 days history of worsening rash on his back and chin. He does not complain of pain or pruritus, but is concerned at as the rash is unsightly. His past medical history include ulcerative colitis, which is being treated with prednisolone due to a recent flare-up 7 weeks ago, and is respond well. He does not
smoke use tobacco nor alcohol work as gardener يعني طرد الشمس. On examination he has uniform papule with small pustule with moderate erythema on his upper trunk we back and trunk and back and jaw. There is no comedones, no cyst. طيب vital sign normal. طيب ايه اكتر حاجه تقول لنا الراش ده ايه؟ ما فيهاش كوميدونز يعني هي مش اكل. شكلها دراج انديوز شكلها صح ولا ايه؟ دكتوره شيرين هو اسليتيف اسليتيف كولايتس بتيجي معاها اريثيما نودوزا. بس الاريثيما النودوزا ما هتبقى كده؟ هتبقى بس فورم بابيول. لا هي مش هي من ستيرويد دراج انديوز ستيرويد عامل حاجه شبه الاكني بس هي مش اكني اعتقد ان هي دراج انديوز ستيرويد لان هو لسه واخده عشان الريسنت فلير. هي دي اللي هتمشي اكتر حاجه يعني نشوف كده. ايوه السيستميك جلوكوكورتيكويد كان كوز دراج انديوس اكني. ذيس كاركترايز از مونومورفيك بابولار ريش وذاوت كوميدونز اور سيست. ذيس داز نوت ريسبوند تو اكني تريتمنت بات امبروفد باي دراج ديسكونتينيويشن. يعني ذيس بيشنت هاز دراج انديوس اكني موست كومونلي كوز باي جلوكوكورتيكويد اند اندروجين. يعني الاندروجين والجلوكوكورتيكويد هم اللي بيعملوا القصه دي. But can be precipitated برضو بالازاثيوبرين والفينيتوين والانتي سيكوتيك والايزونازايد. طيب وبيبقوا تيبيكالي مونومورفيك بابيول اند باستيول with no كوميدونز وسيست اور نيديولز within 2 weeks after starting medication. This patient will not respond to standard treatment of acne or discontinuation. هو اللي هيعمل clear up to rash. هنا هي فين كانوا جايبينها هنا في القصة دي؟ شو مش مذكرهاش بتهيألي. هي dermatological acne. dermatological دي كانت واقعة مننا تقريبا. dermatological acne. طيب ماشي. corticosteroid. طيب 21 year old student is brought to emergency department by his friends who are concerned about recent change in his behavior. They report that they had attended a nightclub with him the previous evening during which time he had seemed only slightly intoxicated. They are not sure whether he has taken any illicit substance, but report that he was drinking unusually large quantities of water of water toward the end of the night. شكل water intoxication يعني. تمام. نبص على الصوديوم برضو قليل. تمام. الاكزامينيشن هو عنده جلاسكو سكور كونفيوجن. طيب هو جايبينه خلال قد ايه قلنا؟ يسترداي صح؟ previous evening. تمام يعني ما عندش عليه 48 ساعة. طيب من الآخر هنا عنده diffuse cerebral edema. ماشي. what is the next appropriate management step؟ هنعمل إيه مع الراجل ده؟ hypertonic. هو started the seizure already. 3% صح؟ hypertonic saline. 3% normal saline. طيب هنا بيقول hypertonic saline is usually indicated in patient with acute severe symptomatic hyponatremia أقل من 120 millimol per liter. This patient has presented with severe acute hyponatremia as evidenced by the finding of the cerebral edema and the onset of seizure activity. Remember the questions team point toward the likely cause of this being ecstasy أو MDMA. ده اللي بيخليه يشرب كتير تقريبا. يوز ا نايت كلاب. تمام. It can cause acute hyponatremia due to combination of سياده. تمام. and وبرضه سايكوجينيك بوليديبسيا. سايكوجينيك بوليديبسيا.
يعني هو بيقول الاحتمالات هنا ولا ايه؟ مش فاهم انا، يعني كل ده مع بعضه ولا ايه؟ اه مثال في، لا في اوفرلاب يعني، ممكن يبقى نتيجة للاكستازي برضه نتيجة للنوم. يعني ممكن، صح، وهما الاثنين دول بيبقوا ايه، اوفوليميك فعلا، وبنفرق بينهم بالاوزمولاريتي بتاعت اليورين. السياده بنلاقي اليورين اوزمولاريتي عاليه، والسيرم بيبقى واطي، بينما البولي سايكوجينيك ده بتبقى الاوزمولاريتي قليله في اليورين. تمام، طيب اوكي. طيب هنا which one of the following is as hypokalemia associated مع الهايبرتنشن؟ طبعا الليدن عنده هايبوكاليميا بس معاهم نورمو تنشن، ده بيبقى معاه هايبر كده، وستون بهايبر كاليميا. ده بيبقى هايبوكاليميا بس ما بيبقاش معاه هايبر تنشن بتهيألي، فهي الليدل صح. هاف تنشن، ايوه ليدر سنترال. طيب سؤال تاني بيقول 45 year old man is reviewed in diabetic clinic. The following results are obtained. الهيموجلوبين A1C 69 كتير، تمام. الجليكوسايد اد متفورمين هي اوريدي تيك، تمام. ده مينيمم تايم بيريود بتاع الهيموجلوبين A1C عشان نعمل له ريبيت، عشان احنا بنغير في علاج، او ان هو الهيموجلوبين A1C اصلا اعلى من النورمال، يبقى قلنا دي حاجه المينيمم قد ايه؟ 3 مانس. بالظبط. طيب سؤال تاني بيقول 48 year old lady is seen in diabetic clinic with uncontrolled blood sugar ranging من 14 ل 22 ملي مور بالليتر. She has past medical history of type 2 diabetes mellitus، وعندها ischemic heart disease, rheumatoid arthritis, recurrent episode of thrush, a long chronic obstructive COPD. Her body mass 30 which medical comorbidity the strongest contraindication starting ال SGLT، تمام. ايه اكتر حاجة يعني تقول لي ان احنا contraindication نستخدم CGLT؟ ischemic heart disease recurrent thrush. ال سي جي ال تي يعني هي ال صوديوم جلوكوز، هي لا ال جي بي الجليفلوزايد، لا مش البايو، مش البايو دي اللي البايو. الجليفلازون، ده الجليفلازون والحاجات الجليفلازون بتهيألي الريكرنت، معناها الريكرن، ايوه ريكرن لان هو ثراش. بيعمل كده اصلا يعني من غير اي حاجه، يعني لان هو الميكانيزم بتاعه اغرب ميكانيزم في ادويه السكر، ان هو بس بيرمي السكر من البروكسيمال كونفليتد تيبيول، بيمنع الري ابزوربشن بتاعه بس البروكسيمال رينال تيبيولز، هيعمل ترش اصلا. ترش ده بيبقى سايد افكت ليه، فلو واحد عنده ترش كتير او ريكارنت يبقى غلط ان احنا ندي. ايه الحاجات اللي نبص عليها؟ امبورتنت سايد افكت اللي هو اليورينري جينيتال انفكشن، لانه سكندري للجلوكوزوريا، وعندنا برضو النورمو جلايسيميك كيتو اسيدوزيس، ده برضو كان برضو حاجه فيه شبه الكيتو اسيدوزيس، بس اللهم تبص على الجلوكوز تلاقيه نورمال، زي ده بيست بيبقى معاه كيتون وبيبقى معاه اسيدوزز والكلام ده كله، تمام. وبينكريز الريسك اوف لور ليمب امبيوتيشن. الثاني البايو بقى، البايو كان يورين فلويد ريتنشن، بلادر كانسر، ما بنستخدموش مع العيانين الهارت فيلير او الاسكيميك هارت ديزيز، وبرضه كان بيعمل ريسك للفراكشر بايوجليتازون. اما ده الجليفلازون اسمه جليفلازون، سواء كان او دابا جليفلازون. طبعا في الروزي ده اتمنع بتهيألي، كان في واحد اسمه روزي تقريبا، ولا كان الروزي تاني آخر زون، ده آخر زون. الروزي كان بتاع التاني بتاع البايو يمكن. صح، سوري انا لخبطت. يبقى دول جليفلازون، جليفلازون اي حاجه جليفلازون، يبقى ده اس جي ال تي، لازم بيشتغل على البروكسيمال كونفليتد تيوبيول، يمنع الري ابزوربشن، بيوقع السكر في اليورين، فبيعمل الايه الحاجات دي. تمام. طيب 46 year old man with suspected diabetes mellitus has oral glucose tolerance test following standard
اه تمام اوبتيند. طيب احنا قلنا اللي هو الجلوكوز توليرانس تيست، نشخص بيه جلوكوز سكر ازاي؟ هو عنده في الاول كان 5 و7، 5 و7، وبعد ساعتين 7 و6، هو نورمال. قال لي لو كان 7 و8، اكتر من 7 و8 صح؟ بعد ساعتين ايوه بس هو امبيرد، هو امباير فاستنج جلوكوز. ايوه امباير لا امبيرد مش جلوكوز امباير، ولا بس امبيرد؟ الفاست فاستنج، بس الفاستنج لا مش لا الفاستنج سوري، جلوكوز، الجلوكوز. ايوه امبيرد جلوكوز الجلوكوز توليرانس تولرنس. هو نورمال. طيب نقرأ، اوه بس غلطانة فيها أصلا كمان، نقرأ الموضوع ده عشان نستوعبه كويس. Diagnosis of type 2 diabetes mellitus can made by either plasma glucose or hemoglobin A1C. Diagnostic criteria vary according to whether the patient is symptomatic، يعني عنده بوليوريا بوليديبسيا or not. If the patient is symptomatic، ال fasting glucose greater than or equal 7، يبقى عندنا lab زائد symptomatic يبقى خلاص diagnosed، أو الراندم يكون معدي 11 و1. تمام؟ طيب بالنسبة للأورال جلوكوز يكون بنديله 75 مللي جرام جرام اورال جلوكوز، وبنحسب. تمام. طيب هنا بيقول if the patient asymptomatic لازم يبقى عندنا two separate occasion، يبقى انا عندي يا اما occasion ومعاه symptomatic يا اما two separate occasion، ويكون اعلى في الفاستنج من 7 او في الراندم يكون اعلى من 11 و1. هنا بيقول النورمال جلايسيميك لغاية 6، يبقى ده نورمال. من 6 و1 بقى ل6 و9 ده بنسميه اللي هو الامبيرد صح؟ وأكتر من 7 ده دايبيتس. تمام. بالنسبة للهيموجلوبين اي 1 سي، فهو احنا عندنا الكات اوف هنا 6.5، المفروض يكون نورمال لغاية 5 و9، ده النورمال، ما بينهما يبقى الامبيرد. طيب هنا بقى ال WHO بتقول في 2011 انه الهيموجلوبين A1C greater than 48 اللي هي 6.5، ده diagnostic. الهيموجلوبين A1C value less than 48 او 6.5 يعني does not exclude، يعني لو كانت اقل فهي مش exclude ال diabetes، لانه في other factors يعني ممكن تأثر عليها. طيب in patient without symptoms test must be repeated to confirm the diagnosis، نفس الفكرة مرتين. It should be misleading cause increase، الحاجات بتاعت قلنا التيرن اوفر بتاع الريد سيلز قلناها امبارح. ايه الكونديشن بتاع الهيموجلوبين A1C may not be used for diagnosis، لو واحد عنده ايه مش هنعتمد على الهيموجلوبين A1C. اي واحد عنده هيموجلوبينوباثيز او هيموليتيك انيميا، ايرون ديفيشنسي انيميا، ايرون تريتد ايرون ديفيشنسي انيميا، جستيشنال دايبيتس، تشيلدرن اتش اي في، سي كي دي، واللي بياخدوا حاجات زي الكورتيكوستيرويد. طيب الامبيرد بقى اللي احنا عايزينه دلوقتي، الفاستنج جلوكوز جريتر ذان اور ايكوال 6 و1 بات ليس ذان 7، ده بنسميه ايه؟ فاستنج جلوكوز بنسميه امبيرد فاستنج جلوكوز. طيب الامبيرد بقى جلوكوز توليرانس ده ديفايند از فاستنج بلازما جلوكوز ليس ذان 7، والاورال جلوكوز توليرانس تيست بعد ساعتين جريتر ذان اور ايكوال 7 و8، بات ليس ذان 11 و1، يعني يكون عدى 7 و8 بس يعني ما بين 7 و8 فما فوق، بس ما يعديش 11 و1، ده بنسميه امبيرد جلوكوز توليرانس. طب هو هنا في السؤال ايه اللي لخبطنا بقى؟ هو نورمال ما عداش، هي ال 7.6. ايوه ما هي عداش اللي 7 و8، لخبطت مش عارف فعلا. احنا حليناها كده ليه في الاخر، احنا قلنا 7 و8 في الاول. طيب عموما ايه حصل خير يعني. طيب 47 year old male visit the GP for review and routine blood check. He has a past medical history of angina, hypertension, asthma, hyperlipidemia. You look to this medication.
which show an extensive polypharmacy including phenofibrate. This drug, ايه الميكانيزم بتاع الفينوفايبريت؟ ايه رأيكم؟ الببار ايه؟ أجونست ببار ألفا. اه اجونيست. اه بس هو كاتب ببار بس هنا. ماشي. اكتيفيشن ببار ريسبتور بيزود اللايبو بروتين لايبيز. تمام. في تاني تمام كده. طبعا ده بتاع الاستاتين. طيب ناخد سؤال تاني بيقول 93 year old female who live alone comes to see you regarding عندها urge incontinence. طيب over the past year she have noticed steady decline and she is becoming increasingly frail. دي شكلها هتبقى ميرا بيجرون بلايندلي كده صح؟ نويز عندها ايرج و وفيري ايرج و إلدر وبعدين عملت خفت كوجنيشن. بلادر ريترينينج فخلاص كده هتاخد بقى علاجات بقى. ميرابيجرون هيبقى افضل لها. ميرابيجرون سيبيتونين ده should be not used في الناس اللي هي الاوردر ايج دي لانه هيعمل كونفيوجن وديليرم وهيبوظ الدنيا. بيشتغل كان بيشتغل على البيتا 3 اجونست صح؟ ايوه طيب ايه الموست كومون كوز اوف هايبر الدوسترونيزم قلناها من شويه. هايبربليجيا بايلاترال وكان الموست كومون في اسمها ايه في الهايبر بارا الادينوما. يبقى دي البايلاترال ادرينال هايبر بليزيا. يبقى الهايبر بليزيا في الادرينال الالدوسترونيزم وكانت الادينوما في الايه في الهايبر بارا. في البارا. تمام اوكي. 27 year old man is reviewed in the fertility clinic. Semen analysis has revealed azoospermia. Examination the previous appointment he note 183 سنتي طول ود ماس اندكس 25 وعنده جينيكوماستيا. Testicular volume is around 10 milli bilaterally and visual field were normal. Which investigation is likely to be diagnostic? Karyotype. شكله clean filter. طيب هنا بيقول لنا 33 year old woman present with weight loss. Excessive sweating. Her partner report she is on edge تمام all the time and during the consultation you notice fine tremor متعصبة يعني على واقفة على الحروق متعصبة وهو tremors شكلها hyperthyroidism. طب نبص هنا فعلا هي الحاجات دي عالية فعلا تمام بس عندها large non tender goiter و I is unremarkable و no evidence of exophthalmos. تمام ايه ال most likely diagnosis؟ هي حتكون توكسيك صح؟ هي كده يعني هو بيقول ان هي بتهيألي جريفز هي most common بس بيبقى معاها eye manifestation وبيقول هنا unremarkable بس هي most common. طيب ما جاش معاها يعني حاجة viral infection عشان نقول اللي دي كيرفان دي تمام. هاشيموتو دي بتبقى هايبو دي 3 سكريتنج ادينوما. انا اختار الجريفز والله. ايه رايك؟ اوكي الشرط يعني هي ممكن تكون جريفز. ايوه مش لازم يعني الشرط يكون الجريفز يبقى معاه ايوه اونلي اراوند 30% من بيشنت اوف جريفز ديزيز معاهم eye disease. So absence of eye sign does not exclude the diagnosis. ده most common cause في ال قلنا في الهايبرثيرويديزم وده most common في الهايبوثيرويديزم هاشيموتو. تمام فاحنا خلينا في عن يعني most common. المعلومة الجديدة انه 30% بس من الحالات الجريفز معاهم اوكسوفثالموس. طيب
41 year old woman is investigated for hot flashes and night sweat. Blood show raised FCH level. Their symptoms are due to menopause. عندها 41 سنة يعني تمام ماشي. Following discussion with patient, she have hormone replacement treatment with the most significant risk prescribing estrogen. استروجين بس لوحده عن ان احنا ندي استروجين مع البروجستيرون. الاستروجين هي ثرومبو امبوليز ليه؟ ولا همشي مع الاندوميتريا. اقول لك هو الاندوميتريال ده الاستروجين خطر عليه، والبروستا بروجستيرون ده خطر على البريست، بي فور بريست او باد بروجستيرون، بروجستيرون باد بريست. فدايما لما يجي يقول لنا قصه انا هديها استروجين لوحده او هديها بروجستو مش هديها البروجستيرون او القصه دي، فنبقى منتبهين للقصه دي. اوكي البروجستيرون هيحمي الاندوميتريال بس هيبقى باد فور بريست. هو لو ما اداش البروجستيرون مع ال هيبقى نون اوبوزنج زي نون اوبوزنج استروجين، هيبقى اندوميتريال. اوكي يعني استروجين اندوميتريال، بروجسترون بريست. نون اوبوزنج استروجين انكريز الريسك اوف اندوميتريال كانسر. تمام، هي بتلخبط الحته دي بصراحه، انا قعدت فتره على ما جدا 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 الحمد بس لله. ايه هي النيمونيك اللي فيها بروجستيرون باد فور بريست. هو جود في يعني بي بروجسترون بريست واستروجين واندوميتريوم يعني بس من ال بيزود الريسك على الاندوميتريوم زي ما خدناها في التابيت الاوبيزيتي والبي سي المخسفين والكلام ده. طيب هنا بيقول سؤال 45 year old man attend to GP for health check. His cholesterol is found to be raised. الكوليسترول عنده عالي. He is a strong family history of high cholesterol. شكله hyperlipidemia ده. Genetic testing show has heterogeneous. Heterogeneous تمام يعني ايه؟ one allele affected or affected allele تمام. This man had child with woman who is not carrier. تمام. هو autosomal dominant. من الاخر كده. 50. autosomal dominant اللي هي ايه بيسموها الفاميليار هايبر كوليستيروليميا از ان autosomal dominant. ممكن يبقى heterogeneous، ممكن يبقى homogeneous. homogeneous ما بيكملش بيموت، والheterogeneous ده اللي بيكمل بس يحصل معاه ايه الحاجات اللي هي كاردوفاسكولار القصص دي. مش عارف عايز اجيب الحته دي. عايز اجيب حتة الهيتروجينوس والهوموجينوس، مش عارف كاتبها فين هو هنا، بس ايه عدوها يعني. هنا 43 year old woman is referred to endocrine clinic with symptom of weight gain, fatigue, headache. She was also recently diagnosed with type 2 diabetes. Examination you note truncal obesity. Truncal obesity دي بتاعت الايه سمبوست بتاعت الكوشنج. كوشنج. بروكسيمال ويستنج اوف ارمز ليج. هرشيتيزم برضه ماشي مع الكوشنج. سكين ابير برضه ثين، بيعمل ثيننج صحيح، وبيعمل مالتيبل سترايا ريد سترايا وبيعمل بروسز. طيب هنا يو سسبكت كوشنج سندروم وعملت البلاد تيست. ذا بايو كيميكال ابنورماليتي شود اكسبكت فايند ان ذيس كونديشن. الكوشنج هيجي لنا بصوره ايه؟ الكوشنج يبقى معاه هايبوكاليميك ميتابوليك بالظبط ميتابوليك الكالوزس. سوري ميتابوليك الكالوزس. الكالوزس صح، قلنا الزياده دايما بيبقى معاها الكالوزس. برافو عليك ولحقتوني في اخر لحظه. طيب this patient has present with several characteristic features of Cushing syndrome اللي قلناهم من شويه. ما فيش اي حاجه ثانيه. There is also seen في الكونز، بس الكونز مش هيبقى معاه ترانكال اوبيزيتي والكلام ده، هيبقى معاه هايبرتنشن والليله دي بس. طيب ماشي. بيقول هنا السؤال اللي بعديه
an obese 37 year old man is referred to, by his GP to weight loss and health class in an attempt to lose significant amount of weight. The man is currently attending an educational session for glycemic index. ماشي، هو بيسأل الكاتيجوري هنا ايه، which of the following fall into this category؟ اللي هي الفروت. fruits والفيجيتابلز دي كانت حاجة، الوايت رايس كان أعلى حاجة، بعد كده الوايت ريد، بعدين البراون، بعدين الريد، بعدين البراون رايس والدايجستيف والبوتيتو. ايه فروتس. فروتس تمام، الوايت رايس هو بيقول لك ايه فوق، المفروض يسقطها يعني. advice to avoid. advice to avoid to avoid. okay. with high glycemic هذا index. بتقع في هذا الكاتيجوري. تمام، احنا انا تركيزي قل شويه، ممكن حد يقرا مشكلة السؤال. ايوه والله مشكلة الواحد بيفهم السؤال فاهم السؤال نص الإجابة. ايوه صحيح. طب تقراي دكتوره مياده شويه معلش. تمام اوكي. A 30 years old woman who's currently her third trimester of pregnancy recently had thyroid function test. She had history of hypothyroidism and has been on 125 microgram of levothyroxine daily since her booking blood test for 10 week gestation when it was increased 100 microgram daily. هي كانت 125 و daily و لا هي كانت 100 وبعدين 25. مية مايكروغرام ديلي. تمام. الكارنت بلود تيست اللي هي اوكي ثايرويد ال تي اس اتش نورمال، الفري ثايروكسين ال تي 3 اوكي، ال تي 4 تي 4 هاي، وعندنا تي 3 هاي، التوتال تي 3 والتي 4 هاي. What is the most appropriate management؟ بتهيألي كويسة كده، قلنا نخلي الحاجات دي على الأبر ثيرد، هي عالية أيوة والتي اس اتش بتاعها مظبوط 2.5 تقريبا، فهي نخليها على 125، أنا شايف كده. we continue. أيوة بس إيه، إحنا المفروض بنشيك إيفري ترايمستر، كنا بن صح كده؟ أيوة every trimester و post بوست operative بارتم، every after بوست 6. أيوة بارتم 6 to بعد 8 سنة. weeks. صحيح، فنخليها على نفس الجرعة. تمام، نريزد توتال تي 3 وتي 4 بات نورمال، يعني مش احنا بنخليهم على الابر ليميت، مفيش مشكلة. لانه ليه بنخليهم عاليين؟ لانه الثيروجلوبلين ده بيزيد مع الحمل، فممكن ايه يقللنا الفري، عشان كده بنخليه عالي. Which one of the following secondary cause of hyperlipidemia result in the predominantly hypercholesterolemia as opposed to hypertriglycemia? الكوليسترول والتراي عد عليك. أيوة الكوليسترول. الهايبو هايبوثايرويديزم secondary cause of نيفروتيك hyperlipidemia. كرونيك رينال فيلير. نيفروتيك بيعمل هايبركالسيميا وهايبرترايجلايسيميا الاثنين. انا همشي مع ال مع طيب ليه ما ليفر الكرونيك رينال فيلير، مش اوكي بيزود لا، انتوا حابين ايه، نحط ايه؟ طيب ليفر، ايه رأيك، ايه رأي الشباب التانيين اللي معانا؟ طيب ليفر او هايبوثايروديزم. تايروديزم. والله نبص على الموضوع تخيلت ده، حاجة. نظبط الموضوع ده لأنه هو واقع مننا شوية، يعني نظبطه، نحاول نحفظه يعني مع بعض. طيب الترايجلسرايل اللي هم فيهم الديابيتس وديابيتس ملايتس والأوبيزيتي والكحول والكرونيك رينال فيلير والدراج السايزايد ونون سيلكتيف بيتا بلوكر والاستروجين ان اوبوز استروجين والليفر ديسيز. تمام ده اللي هيعملوا الترايجلسرايد اللي هم احنا قلنا اوبيزيتي اوبيزيتي ودايبيتي مع بعض.
وكحول وليفر وكرونيك رينال فيلير، وحناخد عليهم الدراج، حياخد سازايد طيب، والاستروجين والبيتا بلوكر، نون ستريد البيتا بلوكر. الاسهل منهم الكوليسترول، احفظ الكوليسترول وخلاص. الكوليسترول سهله، اللي هم النيفروتيك اللي هو نفس النيفروتيك سندروم والكوليستيزيس والهايبوثايرويدزم. اللي هننساه يبقى الكوليسترول يبقى الكوليسترول مع الهايبوثايرويدزم والكوليستيزيس والنيفروتيك سندروم. تمام، يبقى النيفروتيك والهايبوثايروديزم والكوليستيزيس دول اكتر مع الهايبر كوليستيروليميا. الهايبرترايديميا ايوه دايبيتس اوبيزيتي مع بعض، كرونيك رينال فيلير وليفر ديزيز ودراج والكحول، سايزايد ايوه كولكتيف بيتا ان اوبوزد استروجين. 65 years old woman has uncontrolled diabetes despite lifestyle change and treatment with metformin. Body mass 32. GB commenced treatment with the sitagliptin. What is the main mechanism of action of this drug, sitagliptin? اللي هو السيتاجليبتين، احنا قلنا انه هو بيزيد ال سيتاجليبتين ده بيمنع طيب الهرمون انجلين اللي بيكسر الجي البريفرال، بي. هو البريفرال سيتاجليبتين ده هو نفسه بيمنع الانزيم اللي بيكسر الجي ال بي 1، هي ال بريك داون الانكريتينز، بتهيألي دي صح؟ انكريتين طبعا انكريتين. الاول تبع الميتفورمين صح، الاول تبع الميتفورمين الأول بنكرياتيك increase انسولين pancreatic سيكريشن، insulin لا secretion، مش البنكرياتيك، لا لا بتاع السلفونامايد لا والميجليتين، مش الميتفورمين، ده ده التاني البايدروتيزون يعني بتاع الميتفورمين، زود الانسولين سنسيتيف. سلفاني جلوكازايد، الجلوكازايد ده ايه ده الميتفورمين. السلفونايل يوريا؟ الاولاني قصدك. الاول جلوكازايد صح، بالظبط والثاني ميتفورمين، تمام. والثالث اللي هو بيعمل تانية برضه، كان بيشتغل بطريقة تانية من غير انه بيزود sensitivity للانسولين. كان بيعمل حاجة بس انا مش فاكر بصراحة بالتفصيل. طيب والجلوكاجون هو الجي ال بي، اخر واحد الريليز ريديوس ريليز اوف جلوكاجون جي ال بي، او ده طيب هنا سيتاجليبتين ده بيرديوس البريفر بريك داون للانكريتينز، سيتاجليبتين از جليبتينز اللي هم دي بي بي 4 انهبيتور، بيرديوس بريفر بريك داون اللي هو جي ال بي 1، ميتفورمين بيزود البريفر الانسولين سنسيتيفيتي وبيقلل الريديوس الهيباتيك جلوكوليوجين مين يعني. تمام، سلفونيلوريا هيزود السكريشن هو جوجس، وده زي الاكسينتايد اللي هو ايه اللي هو جي ال بي. ماشي ماشي نكمل يا دكتورة. تمام. Which of the following is least recognized a potential complication of acromegaly؟ least تمام، colorectal بيعمل، hypertension بيعمل، cardiomyopathy بيعمل، diabetes بيعمل، اللي هو pulmonary hypertension. ايه ملهاش دعوه بالبلمونري هايبرتنشن، هو بيعمل هايبرتنشن بيعمل سكر دايبيتس صح ايوه بيعمل ميجالي معظم الاورجانز وبيعمل كولوريكتال، مش متاكد بقى هي هي ولا البلمونري لا هي ايوه باي بيعمل اكسكلوجن هي بيعمل فيتشرز بتاعته. بيعمل كولوريكتال كانسر نفس الكلام بالظبط. يعني من الحاجات التانية اللي هنا قلنا بيعمل فيشل appearance، بيعمل كورس فيشال appearance، large tongue prognathism، انتر دنتال سبيس، اكسسيف سويتنج، اويل سكين دي برضو مهمه، بيتوتري تيومر، هيعمل هيديك وباي تمبر هيمي انوبيا، وهيريز البرولاكتين، يعمل جلاكتو يوريا، وهو ممكن يكون واحد من المين وان طبعا. تبع البيتاتري قلنا اللي بن الانفستيجيشن بتاعته كنا من الاول